تسمعه جيدا؟ إنه الصوت القادم من قلبك. تلك النبضات الصغيرة هي حياتك، فلتسحب معها خياراتك الصحية. العب، اركض، تحرك، كن نشيطا. راقب قلبك بحرص، زود جسدك بأطعمة صحية، توقف عن التدخين وغير حياتك. لا تستسلم للضغوطات، تعلم كيف تتعامل معها، ولا تنسى أن تبتسم، أن تحب وتنام جيدا، من أجل قلب سليم وحياة صحية سعيدة.